السلام عليكم. حلقة جديدة عن موضوع مهم، وهو من ضمن الاضطرابات المرضية التي لها علاقة بالتغذية، وهو موضوع يهم الأطباء كما يهم أخصائي التغذية وبقية أفراد الطاقم الطبي. هذا الموضوع هو سوء امتصاص الفركتوز، الفركتوز ميل أبسوربشن، حيث يعتبر الفركتوز والذي يسمى سكر الفاكهة أكثر أنواع السكريات الأحادية انتشارا في الأغذية، وهو سكر أحادي مونوساكرايد يحتوي على 5 أعضاء أساسية. لكن في البداية عزيزي المحترم الكريم، إذا لم تكن مشتركا بعد في القناة وتشاهد القناة لأول مرة، فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد وتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. سوء امتصاص الفركتوز، الفركتوز ميل أبسوربشن، والمعروف أيضا باسم عدم تحمل الفركتوز الغذائي الديتري فركتوز انتوليرانس، هو اضطراب في الجهاز الهضمي يؤدي إلى ضعف امتصاص الفركتوز والناتجة عن نقص ناقلات الفركتوز الفركتوز كيرز في الأمعاء الدقيقة، بحيث يؤدي هذا إلى زيادة تركيز الفركتوز في كامل الأمعاء. نظرا للتشابه في الأعراض، فإنه يحدث الخلط ما بين سوء امتصاص الفركتوز ومتلازمة القولون العصبي الريتيبول باول سندروم في بعض الحالات. قد يكون سبب سوء امتصاص الفركتوز عدة أمراض تؤدي إلى تلف الأمعاء، مثل مرض الاضطرابات الهضمية السيليك ديزيز. لا ينبغي الخلط بين سوء امتصاص الفركتوز وعدم تحمل الفركتوز الوراثي، فعدم تحمل الفركتوز الوراثي هو خطأ فطري في استقلاب الفركتوز الناجم عن نقص إنزيم الألدولاز بي، وهو حالة قاتلة تكون فيها إنزيمات الكبد التي تكسر الفركتوز ناقصة. وسوف نفرد حلقة كاملة حول هذا الموضوع قريبا بإذن الله تعالى. يمتص الفركتوز في الأمعاء الدقيقة دون مساعدة إنزيمات الهضم. في الأشخاص الأصحاء يمكن امتصاص حوالي من 25 إلى 50 جرام فقط من الفركتوز في وجبة واحدة بشكل صحيح. الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز يمتصون أقل من 25 جراما في الوجبة الواحدة، حيث أن 25 جرام يعتبر ستاندر. حينما يتم تناول الفركتوز مع السوربيتول كسكر ذرة، فإن حالة سوء امتصاص الفركتوز تتفاقم وتصبح صعبة. تقوم البكتيريا المعوية النورمال فوليرا بتخمير الفركتوز الذي لم يتم امتصاصه بشكل كاف، ومن خلاله يتم انتاج غازات الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة. يمكن اكتشاف هذه الزيادة في غير الطبيعية في الهيدروجين من خلال اختبار تنفس الهيدروجين. من المضاعفات الفسيولوجية لسوء امتصاص الفركتوز في الجهاز الهضمي زيادة الضغط الأسموزي والتخمير البكتيري السريع وتغيير حركة الجهاز الهضمي وتكوين الأغشية الحيوية المخاطية وتغيير شكل البكتيريا المعوية. تعتمد الأهمية السريرية لهذه المضاعفات على استجابة الأمعاء لمثل هذه التغيرات والمضاعفات التي حدثت. كما يتم تقليل امتصاص بعض الكربوهيدرات الأخرى ذات السلسلة القصيرة والتي هي في الأصل ضعيفة الامتصاص، مثل سكر الذرة المسمى السوربيتول. كما قد يؤدي سوء الامتصاص الفركتوز إلى انخفاض امتصاص التريبتوفان، وهو مصدر هرمون السعادة والنوم السيرتونين، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب واضطرابات النوم. كما قد يؤدي سوء امتصاص الفركتوز إلى انخفاض امتصاص حمض الفوليك والزنك، مما قد يؤدي إلى نقص مستوياتهم في الدم، حيث أن هذه الخاصية تأخذ خاصية الضغط الأسموزي في الامتصاص. الاختبارات التشخيصية التي تعمل لتشخيص سوء امتصاص الفركتوز مشابهة لاختبارات المستخدمة لتشخيص عدم تحمل اللاكتوز، مثل اختبار تنفس الهيدروجين، وهو الطريقة المستخدمة حاليا للتشخيص السريري. ومع ذلك، فإن بعض العلماء يؤكدون أن هذا الاختبار ليس وسيلة تشخيص مناسبة، لأن النتيجة السلبية للاختبار لا تستبعد الاستجابة الإيجابية لسوء امتصاص الفركتوز
مما قد يؤدي إلى نقص الحساسية تجاه هذا الاختبار. لا يوجد علاج معروف لسوء امتصاص الفركتوز، ولكن يجب أن من تغيير نمط الحياة واللايف ستايل من خلال اتباع نظام غذائي مناسب، بحيث يكون هذا النظام الغذائي قليل أو منعدم الفركتوز، وتناول إنزيم الزيلو أيزوميريز، والذي يعمل على تحويل سكريات الفركتوز إلى جلوكوز. قد تحسن المكملات الغذائية المصنوعة من زيلو أيزوميريز من بعض أعراض سوء امتصاص الفركتوز، على الرغم من توفر دراسة علمية واحدة فقط حاليا. يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة، حيث يتسبب الجلوس في ضغط البطن، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ وحموضة المعدة والإمساك، وبالتالي يمكن أن يزيد أو يسبب سوء امتصاص الفركتوز. وقد أظهرت دراسة واحدة أن النشاط البدني بين فترات الجلوس الطويلة ليست كافية، حيث يتم التركيز على الحصول على قدر ممكن من التمارين الرياضية لحماية الجسم تماما من الخمول البدني. قد يؤدي تقليل وقت الجلوس الطويل إلى تقليل الاضطرابات الاستقلابية للسكريات. يؤدي تناول الجلوكوز في نفس الوقت مع الفركتوز إلى تحسين امتصاص الفركتوز، وقد يمنع ظهور الأعراض. على سبيل المثال، قد يتحمل الناس الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز تناول الفواكه مثل الجريب فروت أو الموز، والتي تحتوي على كميات مماثلة أو متساوية من الفركتوز والجلوكوز، ولكن لا يمكن تحمل تناول التفاح لأنها تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز على حساب الجلوكوز. لكن التجارب العشوائية المضبوطة على المرضى الذين يعانون من سوء تحمل أو سوء امتصاص الفركتوز التي أجراها معهد كوكيرن وجدت أن طريقة إضافة الجلوكوز إلى الطعام كحل لتعزيز امتصاص الفركتوز ليست فعالة في منع الأعراض الوظيفية التي يسببها الفركتوز في الجهاز الهضمي حينما لا يتم امتصاصه. قد يتسبب سوء امتصاص الفركتوز في ظهور أعراض معدية معوية مثل آلام البطن وانتفاخ البطن وزيادة الحامضية أو الإسهال. تم اكتشاف عدم تحمل الفركتوز والإبلاغ عنه لأول مرة في عام 1956. يعتبر سكر الجلوكوز معزز لامتصاص الفركتوز، حيث أن الجلوكوز يمتص بخاصية المستقبلات، بينما الفركتوز يمتص بخاصية الضغط الاسموزي النشط، والتي تكون معطلة وغير سليمة عند المرضى الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز. لذا فإن الفركتوز الموجود في الأطعمة المحتوية على نسبة أقل من الفركتوز مقابل الجلوكوز الأعلى مثل البطاطا البيضاء يتم امتصاصه بسهولة، في حين أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة فركتوز أعلى من الجلوكوز مثل التفاح والكمثرى غالبا ما تكون مشكلة في هضمها بغض النظر عن إجمالي كمية الفركتوز في هذه الأطعمة. يجب تجنب تناول الأطعمة المحتوية على نسب أعلى من الفركتونيز وغيرها من السكريات القابرة للتخمير والبوليدات، والتي تسمى الفودماب، والتي أفردنا لها في حلقة كاملة من قبل، نترك لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف. وتشمل هذه الأطعمة الخرشوف والهيليوم والكراث والبصل والمنتجات التي تحتوي على القمح، بما في ذلك الخبز والكعك والبسكويت وحبوب الإفطار والفطائر والمكرونة والبيتزا ونودلز القمح. ولا يزال الدور الذي يلعبه الفركتينيز في سوء امتصاص الفركتوز قيد البحث والدراسة من قبل الباحثين والدارسين، ومع ذلك يوصى بتناول الفركتينيز لعلاج سوء امتصاص الفركتوز عند أقل من 0.2 أي 2/10 إلى 5/10 جرام لكل 100 جرام. كما يجب تقليل أو تجنب المكملات التي تحتوي على الأنولين وسكرايد الفركتوز، وكلاهما من الفركتونيز. يطلق على الأطعمة التي تحتوي على أكثر من 3 جرام من الفركتوز لكل وجبة حمولة عالية من الفركتوز أو هاي فركتوز لود، ومن المحتمل أن تمثل خطر حدوث الأعراض. ومع ذلك فإن مفهوم حمولة عالية من الفركتوز أو الهاي فركتوز لود لم يتم تقييمه من حيث الأهمية في نجاح النظام الغذائي. يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على محليات صناعية مثل السوربيتول، والذي يوجد في بعض مشروبات وأطعمة الحمية الدايت،
ويوجد بشكل طبيعي في بعض الفاكهة ذات النواة الحجرية أو الستون أو الستون فروتس مثل البرقوق والخوخ والمشمش، والإكسيليتول الموجود في بعض أنواع ثمار التوت أو التوتيات، والبوليلات الأخرى وهي من الكحوليات السكرية مثل الإريثريتول والمانيتول والمكونات الأخرى التي تنتهي بتول، وهي دائما ما تضاف كمضافات غذائية كما في الأطعمة التجارية. يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز. أما الآن فإليكم قائمة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز وفقا لقاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على سكر الفواكه أو الفركتوز أكثر من الجلوكوز. أولا السكروز، والسكروز يحتوي على فركتوز وعلى جلوكوز، يتساوى نسبة الفركتوز والجلوكوز بخمسين إلى خمسين. أما الأبل أو التفاح فتحتوي على 5.9، أي أن نسبة الفركتوز أعلى من نسبة الجلوكوز المحتوي على 2.4. أما الكمثرى فيحتوي على 6.2، أي أن نسبة الفركتوز أعلى من نسبة الجلوكوز الذي يساوي 2.8. الوترمالون أو البطيخ يحتوي على 3.4 فركتوز و 1.6 جلوكوز. الزبيب أو ريزن فيحتوي على 9.29.8 من الفركتوز و 27.8 من الجلوكوز. أما العسل فيحتوي على 40.9 من الجلوكوز من الفركتوز و 35.7 من الجلوكوز. أما شراب ذرة عالي الفركتوز أو الهاي فركتوز كورن سيروب فيحتوي من 42 إلى 55 فركتوز و 42 إلى 53 جلوكوز. أما المانجو فتحتوي على 4.6 و 68 من 100 في 100 من الفركتوز و 2.1 من 100 من الجلوكوز. أما رحيق الأغاف أو الأغاف نكتر فيحتوي على 55.6 من الفركتوز و 12.43 من الجلوكوز. أما الزنجبيل فيحتوي على 1.78 من الفركتوز و 1.22 من الجلوكوز. يكشف هذا الجدول الذي رأيناه قبل قليل والذي يعمل كقاعدة بيانات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن العديد من الفواكه الشائعة تحتوي على كميات متساوية تقريبا من الفركتوز والجلوكوز، وهي لا تسبب مشاكل الأفراد الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز. بعض الفواكه التي تحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز مقارنة بالجلوكوز وهي التفاح والكمثرى والبطيخ، والتي تحتوي على أكثر من ضعف كمية الفركتوز الموجودة في الجلوكوز. وتختلف مستويات الفركتوز في العنب باختلاف النضج والتنوع، حيث يحتوي العنب غير الناضج على المزيد من الجلوكوز. عادة ما تكون الأطعمة التي تحمل علامة خالية من الجلوتين مناسبة لمرضى سوء امتصاص الفركتوز، على الرغم من أن الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز يحتاجون إلى توخي الحذر من الأطعمة الخالية من الجلوتين التي تحتوي على فواكه مجففة أو شراب الذرة عالي الفركتوز أو الفركتوز نفسه في سكر في شكل سكر. وقد أفردنا حلقة كاملة حول حساسية القمح والأطعمة المحتوية على الجلوتين، نضع لكم رابطها في صندوق الوصف. ومع ذلك يحتاج سوء امتصاص الفركتوز إلى تجنب الجلوتين، كما يجب على المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أو السيليك ديزيز. هناك العديد من أنواع الخبز في الأسواق التي لا تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، بحيث يتم إضافة الأنولين بنسب كبيرة بدلا من شراب الذرة عالي الفركتوز. ونظرا لانخفاض السعرات الحرارية وانخفاض محتوى الدهون وزيادة الألياف بشكل كبير في هذا النوع من الخبز المحتوي على الأنولين، تم استبدال الأنولين بالبروبايوتيك بديلا عن الأنولين للحفاظ على مستوى السعرات الحرارية والدهون في الخبز بشكل كبير. ويعتبر هذا النوع من الخبز بديلا صحيا للخبز المخمر المحضر تقليديا. على الرغم أن الفوائد الصحية قد تكون موجودة، فمن المحتمل ألا يجد الأشخاص الذين يعانون من سوء امتصاص الفركتوز أي فرق بين هذه أو هذا النوع من الخبز الجديد والخبز المحضر تقليديا في التخفيف من أعراضهم، لأن الأنولين عبارة عن فركتينيز.
يمكن أن يأكل العديد ممن يعانون من سوء امتصاص الفركتوز الخبز المصنوع من دقيق الجودار والذرة، ومع ذلك قد يحتوي هذا الدقيق على قمح ما لم يتم وضع علامات خالية من القمح والويت فري، على الرغم من أنه غالبا ما يفترض أنه بديل مقبول للقمح، إلا أن دقيق الحنطة غير مناسب لمن يعانون من سوء امتصاص الفركتوز تماما، كما أنه غير مناسب لمن يعانون من حساسية القمح أو مرض الاضطرابات الهضمية السيليك ديسيز. يبدو أن محتويات الفركتوز والجلوكوز في الأطعمة المدرجة في المعايير الغذائية الأسترالية تشير إلى أن معظم الأطعمة المدرجة تحتوي على مستويات أعلى من الفركتوز، وقد تم تقسيمها كالتالي، وهذه هي الأطعمة المحتوية على نسب أعلى من الفركتوز: الفواكه ذات النواة الحجرية ستون فروتس كالمشمش والنكتارين والخوخ والبرقوق، كما تحتوي هذه الفواكه على السوربيتول. الفواكه التوتية أو البيري فروت كالتوت الأسود أو البلاك بري والتوت البري من نوع بوي سان بري والكارين بري والراس بري واللونج بري والفراولة. الثمار الحمضية والسيتروس فروت كالبرتقال والجريب فروت والليمون والليم والمندرين أو اليوسفي والكوموكوات والتانجيلو. فواكه أخرى كالموز الناضج والجاك فروت والباشن فروت والأناناس والراوند والتمريلو. هذه كلها الفواكه التي تحتوي على فركتوز بنسب أعلى. انتهت هذه الحلقة. حاولنا أن نجمع فيها كل ما يتعلق بالموضوع، وهو موضوع عدم تحمل الفركتوز أو سكر الفاكهة. لكم كل الشكر والتقدير لحسن صغائكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ثواب هذه المحاضرة في ميزان حسناتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.